غنشارك معاك اليوم خمسه ديال المهن اللي مطلوبين بزاف دابا ومازال غادي يكونوا مطلوبين بزاف في المستقبل. دونك الا كنتي كدير قرايتك اولا غادي تبدا القرايه ديالك خديتي الباك، هاد لا فيديو ليك. ولا كنتي اب ولا ام هاد لا فيديو حتى هي ليك. هاد الوباء الحمد لله علمنا شي حوايج اللي هما مزيانين، بدل لينا العادات ديالنا ديال لا كونسوماسيون، سيتادير كنا ملي كتبغي الواحد يمشي يتقدى كيهز طوموبيلته ويمشي للمارشي ويجي، ولا كان غادي لا فارماسي يهز طوموبيلته ويمشي لا فارماسي صافي سالينا. علمنا وادبنا وربانا ولينا كلشي كنديرو سوغ لو نيت. سي بور سا كو دابا خرجوا شي مهن اللي هما غيوليو مطلوبين بزاف، ديجا مطلوبين مي غادي يزيدوا يكونوا مطلوبين. علاش؟ حيت ولا الاغلبيه ديال الناس ولاو كيخدموا في الانترنيت، كيخدموا في ديورهم ميرسي كوفيد. المهنه الاولانيه هي كوبي رايتر. شنو هي كوبي رايتر؟ الشفوي الله يداوي كاع الناس اللي عندهم القابليه كي بحال قلتي كيعاودوا القصص مزيان باش كيبيعوا، حيت ما هذيك البيعان القديم اللي هي عندي هذا المنتوج ولا عندي هذا لو برودوي غنبيعو صافي سالينا. وليونا الناس اللي كيبغيو يبيعوا دابا سوغ لو نت كيبيعوا القصه، كيبيعوا لك حلم. دايوغ كتشوفوها بعض المرات، كتشوفوا بعض المرات باش كيبيعوا لك في التلفازه ريحه كيعاودوا لك واحد القصه، البطل مع البطله في الطوموبيل ومشاو ودخلوا ما عرفتش شنو. كتبدا تقول ويلي واش هادشي كله على ود الريحه؟ علاش ما جاش وداروا هالريحه والسلام؟ نو، حيت ولاو الناس كتعاود القصه، حيت الدماغ ديالنا عزيز عليه الاحلام، عزيز عليه تديه لواحد الميدان اللي هو ديال الخيال. دونك كاع الناس اللي عندهم القابليه كيعاودوا القصص مزيان، كيكتبوا القصص مزيان، غيقدروا يديفلوبيو هذا لو ميتي اللي سميتو لو كوبي رايتر. المهنه الثانيه هي اب ديفلوبر. اب ديفلوبر سي كاع الناس اللي عندهم لا فاكولتي والتقنيه باش يديفلوبيو دي زابليكاسيون سور لو نت. علاش؟ انكور اون فوا بزاف ديال الشركات، بزاف ديال الناس ولاو باغيين اكسكلوزيفمون يبيعوا سور لو نت، دونك كيخصهم هاد التقنيه، كيخصهم الناس اللي هما كيبرزوا في هاد لي زابليكاسيون اللي غادي يعاونوهم باش يتواكبوا معاهم. حيت حتى لو سيت انترنيت كاين سي فغي، مي ولا لابليكاسيون ولات فايته لو سيت انترنيت. مهنه ثالثه سوشيال ميديا ماركتينغ. سي كاع لي ميتي اللي هما داخلين في هادشي ديال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم ولا لو نوفو بوفوار، كما كتشوفوا كاينين دي جون كيون واحد لو بوفوار خيالي. اللي هي كالكو زاني لو بوفوار كان معطي لمن لا بريس اكريت، لا بريس، التلفازه، الراديو، دابا ولا لو بوفوار غادي بشويه بشويه كيتنقل. اليوم لو بوفوار ولا بزاف عند لي جون اللي هما سور لو نت، اللي هما سور لو ديجيتال. دونك كاع هاد لي ميتي اللي غادي يكونوا متخصصين في الديجيتال غادي يتميزوا بزاف، حيت لو نوفو بوفوار ما بقاش في التلفازه، ما بقاش في الراديو، ما بقاش في لابريس، مازال مي غادي وبشويه بشويه كيتحول للديجيتال. المهنه الرابعه ترافيك ماناجر كلوزر. اي شوف، يكون عندك احسن منتوج، يكون عندك احسن برودوي، يكون عندك احسن سيرفيس، والله الا ما الناس ما ساقوش لك الخبر لا بعتيه. دونك هذه مهنه مهمه. ترافيك ماناجر سي واحد ان بروفيل ديال السيد اللي هو كيعرف يبدع في لي استراتيجي ديال لا سبونسوريزاسيون سور لي ريزو سوسيو، باش كيقدر يمشي لك من المنتوج ديالك هو غادي متبعك، حتى كتقدر تبيعوه في المغرب، خارج المغرب، داخل الوطن، وكتختار اللغه اللي بغيتي والبلاد اللي بغيتي. دونك هي مهنه تقنيه اللي غتخلي الناس اللي عندهم شي منتوج شي سيرفيس يقدر يبيعوه سور لو نت. حاجه واحده اخرى، لي كوميرسيو تراديسيونيل كما كنا كنعرفوهم حتى هما غيبقاو بشويه بشويه المهنه ديالهم غتبدل في صالح شكون؟ في صالح لي كلوزر. شكون هما لي كلوزر؟ لي كلوزر هما الناس اللي عندهم لا كاباسيتي باش كيبيعوا في التليفون. كتعطيه واحد المنتوج، كتعطيه لو سكريبت، كتعطيه لي زوبجيكتيف ديالو، وهو كتعطيه لي ليدز كون ابيل لي ليدز، تاتير الناس اللي هما تفاعلوا مع المنتوج ديالك ولكن مازال ما شراوش، كتعطي ليه هذيك لا داتا، هو كيبقى معاهم في التليفون كيدرس الاحتياجات ديالهم وكيبقى معاهم حتى كيوصلهم ليطاب الاخرانيه اللي هي البيع. كانت معكم نهيد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.